بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بأبناء الطلبة والطالبات في المحاضرة الخامسة من الإدارة في الإسلام للمستوى السادس في قسم الإدارة في كلية الاقتصاد والإدارة. في هذا اليوم وفي هذه المحاضرة سنكمل حديثنا عن المصادر التي استلهم منها العلماء فكر الإدارة، وهذه المصادر هي المصادر المتفق عليها والمصادر المختلف عليها، والتي قلنا عنها المصادر النصية والمصادر غير النصية، ثم المصادر الاتفاقية والمصادر الاجتهادية، وتحدثنا عن الأقسام الأولى منها، وبقي لنا الحديث عن المصادر الاجتهادية. والمصادر الاجتهادية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المصادر الاجتهادية المتفق عليها، وهي القياس والإجماع. ونبتدئ بالإجماع، ويقصد فيه بالإجماع أنه اجتماع مجتهدي الأمة على حكم شرعي ما سكت عنه الشارع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، ولكن دلت الأدلة وفهم المجتهدين على حكم هذا الشيء أو الواقعة الجديدة التي لم تحدث من قبل. ومسمى الإجماع يخطر في بال أي متلقي للعلم أن يكون اجتماع جميع المجتهدين في الأمة، ولكن هذا أمر يستحيل في الواقع، أن يجتمع الكل من علماء ومجتهدين على حكم واحد، وذلك لتفاوت الفكر والعقل الذي منحه الله عز وجل لبني آدم. فبذلك خلص العلماء إلى أن لفظ الإجماع أو حكم الإجماع يطلق على اتفاق الأكثرية، وإن كان هنالك بعض من يخالف ولكن يكون أقلية قليلة جدا، فيكون اتفاق الأكثرية هو الإجماع. والإجماع يقتضي تحققه وجود بعض الشروط، منها إلمام المجتهدين بأهلية الاجتهاد من جهة الإلمام بالعلم الشرعي وبوسائل البحث وبوسائل المناظرة وبوسائل استخلاص الدليل. النقطة الثانية حصر هؤلاء المجتهدين أو العلماء إن أمكن في أماكنهم، في قراهم، في بلادهم التي ينتمون إليها، ثم أن تكون النتيجة اتفاقهم أو اتفاق أغلبيتهم على رأي واحد. فاتفاق الأكثرية هو معنى الاجتهاد، والمذاهب المعتبرة في العلم الشرعي عند أهل السنة والجماعة هي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، ويقال أيضا كمذهب خامس مذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلا من بعض الأشياء. ثم هنالك مذاهب درست وانتهت، فلا يوجد لها إلا نقولات مثل مذهب أبو ثور ومذهب الأوزاعي. ننتقل إلى القسم الثاني من الأدلة الاتفاقية من المصادر الاجتهادية، وهو القياس، ومعناه إلحاق ما لا نص فيه إلى ما فيه نص، بمعنى أن نقسم أو نحاول أن نأخذ الشيء أو الواقعة أو المادة الجديدة المستحدثة أو أي أمر كان نريد أن نأخذ فيه حكما شرعي، أن نبحث في أصل العلة لتحريمه أو تحليله، أصل العلة، العلة الحقيقية. فنذهب إلى الأصل الأساسي الذي عندنا في حكم، ونفهم علته ونفهم حكمه، ثم نأخذ الأمر الجديد الذي يشترك معه في العلة.
فنلحق فيه كقياس. مثال ذلك المخدرات والخمر. الخمر هو الأصل وحكمه التحريم، وأصل علة التحريم فيه الإسكار وإذهاب العقل. فالمخدرات أيضا لها جوانب كثيرة، ولكن نأخذ أصل العلة فيها إذهاب العقل، فنقول أنها اشتركت مع الخمر في أصل العلة، فبالتالي تأخذ حكم الخمر. لا شك أن هنالك قياسات أخرى، ولكن هذه القياسات الأخرى تكون فاسدة إذا أراد الإنسان أن يتلاعب، مثل أن يأتي إلى شرب الماء فيقول شرب الماء للعطشان منشط، ونأخذ مادة الكوكايين ونقول مادة الكوكايين وهي من المخدرات مادة منشطة، فهذا اشتراك في العلة والحكم الحل، فنقول هي حلال. هذا قياس فاسد، لأن العلة الأصلية لم تشترك. فالكوكايين صحيح أنه ينشط ولكنه يذهب العقل، فنلحقه بالخمر، فليس كل قياس يعمل به. المصادر الخلافية وهي القسم الرئيسي الثاني من المصادر الاجتهادية، لا نطالب فيها الطلبة بحفظ تعاريفها أو بفهمها بصفة عامة، ولكن نأمل منهم إدراك مسمياتها ومعانيها الإسمية، وهي نذكرها متابعة، هي الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي، لأننا إذا تبحرنا في شرح هذه المسميات وفكرها الحقيقي في الشريعة الإسلامية فسنحتاج إلى سمستر كامل أو ما يسمى بفصل دراسي كامل. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث، وهو توجيهات الفكر الإسلامي. فتكلمنا من قبل ونعيد ونكرر أن ذاتية الفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي بذاته هو فكر سوي، فلا ينحرف نحو إفراط ولا نحو تفرط ولا نحو تفريط آسف ليس هنالك انحراف لإفراط ولا إلى تفريط، فلا ينحرف إلى الفكر المادي البحت ولا المسمى بالرأسمالي، ولا ينحرف إلى الفكر الاشتراكي البحت المسمى الشيوعي، بل هو يأخذ أفضل ما في هذين الفكرين، وإن كان هذان الفكران قد أتيا بعد الفكر الإسلامي. فالفكر الإسلامي فكر قويم سوي وسط. نريد في هذه المحاضرة أن نحدد أو نتكلم عن التنظيم الإداري في الفكر الإسلامي. نريد أن نأخذ المفاهيم التي طرحها الإسلام كمبادئ عامة ونستسقي منها الفكر الإداري. فالفكر الإسلامي فكر لا فردية فيه، لا فردية مطلقة ولا جماعية مطلقة، فهو فكر وسطي. فأول المبادئ التي تكلم عنها الإسلام في فكره السوي تكلم عن العمل، فاعتبر أن العمل فريضة عامة. فالعمل في الفكر الإسلامي هو أساس الإنسان، فكل إنسان خلق في هذه الدنيا ليقوم بعمل. فالغاية الحقيقية والأساسية الأولى من خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل وإخلاصه بالتوحيد، هذه الأولى. ثم يأتي بعد ذلك، وهي الأساسية طبعا، ثم يأتي بعد ذلك عمارة الأرض، وعمارة الأرض عبارة عن عمل. فالإنسان في هذه الدنيا فرض عليه العمل في الإسلام، سواء العمل الديني أو العمل
الدنيوي، فارتفع بالعمل الدنيوي إلى مستوى العمل الديني. فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث المروي أنه عندما أتى فأخبر عن أحد الصحابة أنه يصلي ولا يخرج من المسجد، فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم عليه، من يقوم بمعيشته، من يوفر عليه زاده، من يقوم بأعباء بيته، فأخبروه أنه أخيه الذي يقوم، أو أخوه الذي يقوم بإصلاح معيشته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأخ العامل أعبد من هذا العابد. فالإسلام ارتفع بمعنى العمل الدنيوي إلى مصاف الفريضة الدينية. فعمل الدنيا عبادة، فالعمل في الدنيا أكرر عبادة، سواء في صلاتك أو في صيامك، ويساويها عملك في الدنيا للإتيان بمعيشة أهلك وأبنائك، أيضا إصلاح مجتمعك، الأمر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح الواقع العام، والذي يكون بإصلاح الدنيا، الذي يكون ببذل الجهد. إذا أنت عملت في منظمة أو منشأة إدارية، أن تصلح هذه المنظمة، فبإصلاحك لها تستحق الجزاء العظيم من الله عز وجل، فبأدائك الجيد لعملك وإخلاصك في عملك وقصدك في عملك وأمانتك في عملك، كل هذه تؤدي إلى ماذا؟ إلى الجزاء العظيم من الله عز وجل. ففي العمل الإداري أعطانا الله عز وجل الجزاء على القيام عليه بأحسن وجه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بكثير من الأحاديث بعظم أجر العامل الذي يتقن عمله، ونهانا عن إفساد العمل أو التراخي فيه. ويقول بعض الناس أنه أنا أتلقى مال مقابل القيام بالوظيفة، أنا أقوم بوظيفة وعمل في منشأة أو في منظمة أو في مؤسسة أو في شركة أو سميها ما شئت، مقابل أجر مادي، ما علاقة ذلك بالشرع؟ أقول لك لا، هنالك مبادئ وقيم فرضها الإسلام على معتنقيه، فالتزامك بهذه القيم تستحق الجزاء من الله عز وجل. ومن هذه القيم العمل التي جاز الله عليها عز وجل بعظيم الجزاء، لأنه فرضها على عباده. العنوان التالي هو العمل مصدر القيمة. فالإسلام جعل العمل مصدر قيمة الإنسان، فقيمتك في الآخرة على مقدار عملك في الدنيا، ابتداء من قوة ومكانة إيمانك بالله عز وجل، ثم من أدائك للعمل الصالح من طاعات وعبادات ومعاملات وأخلاق. ونحن أخبرنا أن المعاملات والأخلاق تدخل في مجال الإدارة ومن المجالات الدنيا المختلفة. يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فبالتالي قيمة الإنسان في الآخرة اعتمادا على عمله في الدنيا، وقيمة الإنسان في الدنيا على عمله في الدنيا. فعندما يجتهد الإنسان في عمله، ونضرب مثال، يعني عندنا شخصين التحق بالعمل في منشأة واحدة أو منظمة واحدة في السلك الوظيفي الحكومي مثلا في المملكة العربية السعودية، يلتحق الموظف خريج البكالوريوس في المرتبة السادسة إلى السابعة. أحد العاملين، أحد الاثنين، اجتهد وعمل بجهد وحاول من تطوير نفسه والأداء بإخلاص وبأمانة، والآخر عمل متوسط بنسبة 50% تصده الحصول على الراتب أو المقابل المالي يعني إكمال حياته في هذه الدنيا. الأول ارتقى حتى وصل المرتبة 12 أو 13، والآخر بقي على 7 أو 8.
فالمستوى الذي وصل له الأول أعلى من المستوى اللي وصل له الثاني، فبالتالي سينعكس على مكانته في المجتمع، على مكانته في منظمة الموجود فيها. فبالتالي عمل الإنسان أو عمل هؤلاء الموظفين أوجد لهما قيمة في المجتمع تختلف كل منهما عن الآخر. فالذي ارتقى واعتلى وصل إلى مكانه، فأصبح له قيمة في منشأته، قيمة في مجتمعه، قيمة في إنهاء جميع أعماله التي يمارسها في حياته، كل يقدره ويجله ويحترمه وينهي له أعماله بالصفة التي يريدها دون محاباة أو دون امتيازات شخصية. أما الآخر فبقي في مكانته، فحصل على قدر أقل من القيمة في المجتمع، والقيمة الأساسية يأخذها الإنسان بطاعته لله قبل كل شيء. العمل وسيلة للكسب، ماذا يقصد فيه؟ ماذا نقصد بهذا المسمى أن العمل وسيلة للكسب؟ العمل هو أساس الحياة، فبالعمل تكسب رضا الله عز وجل، فإذا كسبت رضا الله عز وجل كسبت آخرتك، وبالعمل تكسب الدنيا فتكسب فيها المال وتكسب فيها الاحترام وتكسب فيها التقدير وتكسب فيها إرضاء النفس البشرية. فبعملك تستطيع أن تكسب لنفسك. فإذا أخذنا في المجال المال فقط، وهو المجال الذي يتكلم عنه التنظيم الإداري عادة، لأن التنظيمات الإدارية إما تقدم خدمات وإما تقدم منتجات، إن كانت قطاعات حكومية فتقدم خدمات مجانية، وإن كانت قطاعات خاصة فتقدم خدمات أو منتجات مادية. فيقول الله عز وجل: ولقد مكنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالرزق لا يأتي للإنسان وهو جالس، يأتي له بالعمل وبذل الأسباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فبالتالي نفهم من هذه الآيات ومن هذا الحديث أن العمل وسيلة لكسب الإنسان، وبالتالي تعففه عن الناس وطلبهم وسؤالهم وإنزال النفس إلى منزلة دنيا تفضي بها إلى إهانتها عند الطلب من الآخرين. فبالعمل صان الإسلام كرامة الإنسان ورفعها إلى أعلى درجة حتى وقاها مذلة السؤال والحاجة. فالعمل هو أساس الكرامة، لذلك بذل له الإسلام الأدلة العظيمة في الكتاب وفي السنة، ومنها حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فبالتالي لا بد أن يفهم الإنسان أن العمل كما هو مقدار القيمة لك في المجتمع، هو مقدار صيانة كرامتك، وهذا كله عائد إلى الإسلام الذي فرض هذا العمل عليك. أيضا العمل هو أساس التقدم، ففي جميع المجالات التي يحياها الإنسان في حياته والتي يعمل بها في هذه الدنيا، العمل هو أساس تقدمه فيها. في مجال الزراعة مثلا، عندما يأخذ المزارع بزراعة النخيل أو الأشجار، فإنه يرفع من شأن الوتيرة الاقتصادية في بلده وإضفاء الخضرة على مجتمعه وعلى طبيعته، فيقول وبالتالي يساعد في تقدم المجتمع إلى الأمام بتوفير الوظائف، ثم توفير العمالة، ثم إدارة الاقتصاد في البلد، سواء إذا كان يصدر هذه المنتجات أو يبيعها في السوق المحلي.
ودليل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن له زيادة عن ذلك الأجر من الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له صدقة. وأيضا في الصناعة، فعندما ننشئ المصانع وننشئ الورش وننشئ المعامل الصناعية التي تطور المجتمع وتأتي بالوظائف وتضخ كثير من الأموال، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: خير الكسب كسب الصانع إذا نصح. خير الكسب كسب الصانع إذا نصح. أيضا مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم للصانع أعطى المبادئ والأخلاق إذا نصح، إذ كان أمينا، أيضا يطور المجتمع. أيضا كذلك في مجال التجارة، في الأثر 9 أعشار الرزق في التجارة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذلك أيضا تطوير للتنظيم الإداري والتنظيم الاقتصادي في المجتمع ولصيانة كرامة الإنسان في المجتمع. فكل هذه الأعمال من صناعة وتجارة وزراعة إلى آخره تمضي بالمجتمع قدما إلى التطور والاعتلاء. هنالك كلام جميل للإمام الرازي في تحريم الربا، لأن التجارة تختلف عن الربا، فيها عمل، والصناعة فيها عمل، والزراعة فيها عمل، فأنت تصرف مالا وجهدا لتجني من بعده ربحا. الربا لماذا حرم؟ من أجمل ما ذكر الإمام الرازي أنه لو كان الربا حلالا لم تنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، لم تنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، لأنه إذا ضمن صاحب الدراهم زيادة عودة دراهمه بزيادة بربا نسيئة أو نقد، فإنه سيتوقف عن الكسب وسيتوقف عن الاشتغال بالمكاسب وعن العمل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وغيره مما يحقق له الربح، فبالتالي تموت الحركة الاقتصادية وتموت الحركة العمل الموجودة. فهذا من أعظم تنظيمات الإسلام للحياة الإنسانية وأجلها. فبالتالي لنحصر ما ذكرناه، أن كل ما ذكرناه يعود إلى أن الإسلام افترض العمل على تابعيه، لأنه من أهم المبادئ التي تصون الإنسان وتعطيه المكانة وتقدم تطورا للمجتمع بصفة عامة وللعامل بصفة خاصة. فبالتالي نفهم من هذا أن الإسلام لو لم يفترض إلا العمل على البشر لكان هذا تنظيما إداريا كاملا، ولكان هذا مبدأ إداريا عاما لجميع أعمال الإدارة وجميع أعمال الحركة الاقتصادية، فالإسلام كان له الريادة في هذا الأمر. حتى لا أطيل في هذه الحلقة، أختم بالصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.